من رفح جنوب قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أسامة أهلا بك معنا. إذن حول التطورات الميدانية ولنبدأ بهذه الاشتباكات التي اندلع بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في منطقة قريبة من محور نتسريم. نعم، يعني هذا المحور تحديدا محور منطقة نتسريم هو الشارع الذي شقه الجيش الإسرائيلي منذ التوغل البري على قطاع غزة انطلاقا من منطقة جحر الديك في المنطقة الشمالية لمخيم البريج وصولا إلى المنطقة الغربية لمدينة غزة، وبالتالي عبر هذا الشارع كان هناك تقسيم لقطاع غزة إلى نصفين، شمال القطاع وجنوب القطاع. تم إغلاق شارع صلاح الدين من خلال هذا الشارع الذي شق الجيش الإسرائيلي من شرق قطاع غزة باتجاه المنطقة الغربية. هذا الشارع شقه الجيش وأقام شارع بعد أن قام بتعبيده وأقام عليه حاجزين، حاجز شارع صلاح الدين ومن ثم حاجز أيضا نتسريم في المنطقة الغربية. هناك تدور اشتباكات على مدار الساعة، خاصة وأن الفصائل الفلسطينية تتعامل مع أن هناك جبات إسرائيلية تتحرك بين الفينة والأخرى وهناك دبابات في مرمى وأعلى أعين الفصائل، وبالتالي يتم التعامل مع غالبية القوى الإسرائيلية المتواجدة في هذا المكان من خلال الأسلحة القوسية، من خلال قذائف الهام التي يتم إطلاقها على تجمعات الجنود والدبابات المتواجدة في هذه المنطقة. وبالتالي في كل مرة يكون هناك اشتباكات تحاول الدبابات التقدم باتجاه المحور الشمالي لمنطقة مخيم النصرات وتقوم بقصف المنازل ومسح لمربعات سكنية كما جرى في منطقة المغراقة قبل يومين، وحتى هذه اللحظة المدفعية لا تتوقف عن قصف واستهداف كل المنطقة الشمالية لمخيم النصرات سواء كان من خلال اشتباكات أو بدون اشتباكات في المنطقة، تتواصل عملية القصف والاستهداف للمنطقة الشمالية لمخيم النصيرات. بالنسبة للمنطقة الآمنة التي تحاول إسرائيل إنشائها استعدادا لنزوح الفلسطينيين من رفح إليها، هل هناك أي معلومات حول إذا كانت إسرائيل بدأت تلقي بمنشورات بتعليمات للمتواجدين في رفح بالنزوح عبر مناطق معينة في مرحلة معينة؟ يعني إسرائيل لا تعمل هنا في قطاع غزة على إنشاء أماكن من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين، فقط تتحدث عن هذا الأمر من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية من أجل التمهيد لنزوح أعداد كبيرة من منطقة رفح جنوب القطاع، خاصة وأن الإعلام الإسرائيلي الآن يركز على أنه سيوسع العملية البرية الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وبالتالي يمهد لأن تكون هذه المنطقة هي لاستقبال أعداد كبيرة من النازحين، ويكون هذا الأمر من خلال إلقاء منشورات فقط على السكان في مدينة رفح وعلى النازحين تهددهم بالخروج والإخلاء إلى المنطقة التي قال عنها على أنها توسيع للمنطقة الآمنة في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس أو ما تسمى منطقة المواصي، وتمتد حتى المنطقة الغربية لمخيم النصرات، وهذه المرة أيضا تحدث عن توسيع جديد لهذه المنطقة في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس وهي منطقة حدودية وملاصقة للسياج الفاصل. يعني هذا الحديث حتى هذه اللحظة فقط عبر وسائل الإعلام، ولكن لا يوجد أي تهديد رسمي سوى أن الجيش الإسرائيلي يطلق عشرات القذائف المدفعية باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة رفح ويكون هناك إصابات ويتم نقلهم إلى مستشفيات، بالإضافة إلى تدمير منازل كثيرة في المنطقة الشرقية. هذه نقطة غاية في الأهمية أسامة، وكنا نتابعها بالإضافة إلى تدمير محيط مطار غزة الدولي الماضية، وهي استمرار القصف على عدة مناطق في رفح تحديدا في شرق رفح. هل ما زال القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف شرق رفح؟ يعني حتى هذه اللحظة القصف المدفعي قد يهدأ أوقات ومن ثم يعود من جديد. صباح كل يوم بالفعل المدفعية الإسرائيلية تقصف كل المنطقة الشرقية، لم يقتصر هذا الأمر على مدينة رفح بل يمتد إلى المنطقة الشرقية لمدينة غزة والمنطقة الشرقية للمخيمات المنطقة الوسطى سواء كان منطقة شرق البريج أو شرق المغازي. اليوم كان هناك انتشال لعدد من الجثامين من المنطقة الشرقية لمخيم البريج بعدما قصفت الطائرات ومقصفت الدبابات الإسرائيلية بالمدفعية المنطقة الشرقية، لم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم قبل يومين، ولكن اليوم تم انتشال عدد من الضحايا ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى. صباح هذا اليوم كان هناك استهداف بالمدفعية للمنطقة الشرقية لمدينة رفح ولكن لم ينقل إصابات، كان استهداف لأراضي زراعية خالية في المنطقة الشرقية، ولكن كان في المنطقة الشرقية لمدينة رفح اليوم إفراج إسرائيل على ما يقارب عن 64 أسير فلسطيني تم اعتقالهم خلال العملية البرية الإسرائيلية على منطقة مدينة غزة وشمال قطاع،
أفرج عنهم، يعني بالإمكان الحديث على أن عدد منهم كان معتقل منذ عدة أشهر وعدد آخر كان معتقل منذ أسابيع قليلة، يتم التحقيق معهم في السجون الإسرائيلية ومن ثم اليوم أفرج عنهم. من ضمن من تم الإفراج عنهم مصاب بحالة خطيرة، نقل 5 من الذين أفرج عنهم اليوم إلى مستشفى أبو يوسف النجار لاستكمال علاج، ومن ضمن الذين تم الإفراج عنهم كان ضحية وصل جثمان هامدة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري ويجري الآن دفنه من خلال عائلته. جزء من هؤلاء الأسرى ينقلوا إلى مدارس الإيواء في المنطقة الجنوبية لمدينة رفح، حيث هناك عائلاتهم وأهليهم وذويهم، وجزء آخر ينقل بشكل مباشر إلى المستشفى من أجل استكمال تلقي العلاج، خاصة وأن غالبية الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم يعني تعرضوا إلى تعذيب خلال عملية التحقيق معهم في السجون الإسرائيلية. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من رفح جنوب قطاع غزة، مراسل الحدث أسامة الكحلوت، شكرا جزيلا لك.